نكمل كلامنا عن المولكولار ستراكشر اوف بوليمر. فاحنا خلاص عرفنا التشينز، عرفنا التشينز. التشينز يا اما تكون ستريت تشين يا اما تكون تويستد تشين. فخلاص عرفنا التشين، والتشين دي عباره عن سلاسل كده من الذرات بينهم كوفالنت بوندز. ايه العلاقه بين التشينز وبعضها؟ فالعلاقه بين التشين وبعضها اول حاجه انهم يكون لينير تشين. كل تشين عباره عن شويه ذرات، الذرات ماشيه كده. كربون الباك بون بتاعي بيبقى كربون اتومز، والكربون اتومز متوصله بقى بذرات هيدروجين، متوصله باي ايا كان هي. فده كده لينير تشين ماشيه وخلاص. التشين اللي جنبها ماشيه برضو معاها، ماشيه في اتجاه تاني. المهم ان كل حاجه سنجل تشين. يعني ايه سنجل تشين؟ يعني التشين ماشيه مفيش رابط بيربطها بالتشين اللي جنبها، فدي كده سنجل تشين. كل اللي بيربطهم ببعض ربط التجاذب ضعيفه، اسمها ايه؟ اسمها فاندرفال بوند. خلاص. طيب الشكل الاكثر تعقيدا ان اللينير ده، اللينير تشين ده يطلع منه ايه؟ يطلع منه برانشز، يطلع منه فروع. يعني هو انا كان عندي مين تشين كده، يطلع منها شويه تشين فرعيه، برانش تشين. بس كده. بس ستيل ايه؟ ستيل مفيش ستيل سنجل تشين، يعني مفيش علاقه بين التشين الاولى والتشين الثانيه. يعني مفيش علاقه، يعني الرابط مش تساهميه. يعني انا كان عندي التشين دي كده، التشين عباره عن ايه؟ عباره عن ذرات جزيئات بينهم كوفالنت بوند. فطلع الفرع البرانش ده برضو كوفالنت بوند، ما دام هي السلسله ماشيه فالرابط رابطه تساهميه. فمشيت اهو، ده تشين تانية فالرابط روابط تساهمية. البرانش ده الرابطة رابطة تساهمية. طب هل نهاية البرانش الأول وبداية البرانش التاني هل دول كده الرابطة بينهم ايه؟ تساهمية؟ لا، سكندري بوند برضه، فاندرفال. فهم مش متوصلين ببعض برابط تساهمية، فده كده اسمه برانشد ستراكشر. لو أنا بقى لغيت البرانش ده اهو، لو لغيت البرانش ده وعملت ادجكنت تشين، يعني ايه ادجكنت تشين؟ يعني التشين بقى كامله من التشين، من المين تشين رقم واحد للمين تشين رقم اتنين كده كده. فده كده اسمه كروس لينكد ستراكشر. معنى ايه؟ الرابط هنا بقت ايه بين التشين الاولى والتشين الثانيه؟ بقت رابط تساهميه، لان الذرات دي كلها رابط تساهميه. التشين البرانش بقى ده كده او الادجكنت تشين بيربطوا بالتشين رقم واحد رابط تساهميه، لان الذرات ماشيه كلها مع بعض رابط تساهميه، ووصل لحد التشين رقم اتنين بروابط تساهميه. فالروابط دي كانت روابط كلها كوفالنت بوند. فطبعا كوفالنت بوند رابطه قويه عن السكندري بوند او الفاندرفال بوند. فالكروس لينكد ستراكشر اعقد من البرانشد، والبرانشد اعقد من اللينير. يبقى البرانشد اهو اقوى من اللينير. اقوى من اللينير، بس ستيل الروابط فاندرفال. يعني هو البرانشات اللي بتطلع دي، البرانشز اللي بتطلع دي بتقرب بس للتشين ببعضها، يعني بتقوي السكندري بوندنج شويه، لكن ستيل الروابط مش كوفالنت. انما الكروس لينكد في تشين كامله طالعه بتوصل بالتشين واحد بالتشين اثنين، تشين فرعيه او ادجكنت تشينز. فالروابط هنا روابط تساهميه قويه، فعشان كده الكروس لينكد في روابط تساهميه بين التشينز وبعضها. فالكروس لينكد اقوى او انشف من البرانشد، والبرانشد اقوى او انشف من اللينيا. يعني السترينث لو عندي بوليمر الاستراكشر بتاعه كروس لينكد، وبوليمر الاستراكشر بتاعه برانشد او لينير، فالكروس لينكد اقوى، السترينث بتاعه اعلى من اللينير او البرانشد. اخر حاجه النتورك ستراكشر. النتورك ده بقى بشكل معقد في الثري دي، عاملين شبكه بقى بين التشينز في اكس وفاي وفي زد، وفي ادجكنت تشينز كتيره. فالنتورك هو موركم اعقد حاجه خالص في الاستراكشر اللي هو النتورك. ففي اللينير بيقول لي يونتس ار جويند اند تو اند ان ا سنجل تشين، كل تشين ماشيه لوحدها مالهاش علاقه، سنجل تشين ماشيه لوحدها. البرانشد بيقول لي سايد برانش تشين اكزيست فروم مين تشين، هو كان عندي مين تشين كده فطلع منها سايد برانش تشينز، طلع منها التشينز فرعيه. لكن هل التشين دي مرتبطه بالتشين دي؟ لا مفيش بينهم كوفالنت بوند. لغيت انا بقى البرانشات دي
ووصلت بقى انا بالتشين الاولى بالتشين الثانيه بتشين كامله من التشين رقم واحد للتشين رقم اثنين، فالرابط بقت كامله تساهميه من واحد لاثنين ومن اثنين لثلاثه اهو، ده كده برانشز طالعه موصله واحد باثنين، موصله التشين رقم اثنين بالتشين رقم ثلاثه، فده بقى اسمه كروس لينكد ستراكشر. بيقول لي adjacent chains are joined with covalent bond. في اللينير برانشز بيقول لي these polymers contain linear chains have some branches. أمثلة اللو دينستي بولي إسيلين، البولي إسيلين نفسه في ثلاثة فيرجن، في لو دينستي بولي إسيلين، في ميديوم دينستي بولي إسيلين، في هاي دينستي بولي إسيلين. فكل ما الاستراكشر بقى أعقد يعني من لينير لبرانشد لكروس لينكد لنتورك، كل ما الدينستي علت شوية، فاللو دينستي بولي إسيلين يبقى بيبقى لينير أو برانشد. الكروس لينكد والنتورك بيقول لي these are usually formed from monomers. Monomers and contain strong covalent. أهم كلمة في الكروس لينكد والنتورك إن في strong covalent bond بين الاتشين وبعضها. يبقى contain strong covalent bonds between various linear polymer chain. يبقى الاتشين وبعضها في بينهم strong covalent bond. إنما linear branched لا. أمثلة لكده الباكالايت والميلامين. الباكالايت والميلامين دي أسماء تجارية، أسماء تجارية لبوليمرز. يعني الباكالايت ده مركب كيميائي ليه صيغة كيميائية كبيرة معقدة كده، والمونيمرز مركب عضوي. يعني عضوي يعني الأساس فيه كربون وهيدروجين، ليه صيغة كيميائية برضو كبيرة. فأنت مش مطلوب، بس بيديك أمثلة بس للإيه، للكروس لينكد والنتورك بوليمرز. ندخل على المولكيولار كونفيجريشن اوف بوليمرز. عندي حاجه اسمها ايزوموريزم. ايه الايزوموريزم ده؟ بيقول لي تو كومباوند وذ سيم كيميكال فورمولا كان هاف كوايت ديفرنت ستراكشر. ففي المركبات العضويه في البوليمرز ممكن يكون مركب ليه نفس الصيغه الكيميائيه، يعني نفس عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين، بس في منه تو فيرجن. يعني ذرات الكربون وذرات الهيدروجين بياخدوا شكل في مركب، ونفس العدد بس في مركب ثاني بياخدوا شكل ثاني. فدول كده مع بعض اسمهم ايزومرز. مثلا المثال اللي هو مديهولي الاوكتان، فالاوكتان ده هو الكان، وعرفنا الفرق بين الالكان والالكين والالكاين. فالالكان كان الصيغه الكيميائيه بتاعته CnH2n+2، ده كان الصيغه الكيميائيه بتاع الالكان. فلما ذرات الكربون بتبقى 8 كنت بسمي اوكت. فميس ايس بروب بيوت بنت هكس هبت اوكت، فالاوكت ده 8. فلما يبقى السي 8 الاتش تبقى 2 في 8 ب 16، 16 و2 18، يبقى سي 8 اتش 18. والالكان ده كان الميزه اللي فيه ان كل الرابطه التساويه بتاعته سنجل كوفالنت بوند، يعني ما فيش رابطه دبل ولا تريبل. فكان عندي 8 ذرات كربون كده، 1 2 3 4 5 6 7 8، 6 ذرات كربون اللي في النص كل ذره فيه مرتبطه باثنين هيدروجين، ب 2 في 6 ب 12، اتبقى لي من 18 ذره 6، ففي 3 على اليمين و3 على الشمال. فده كده ده كده مين؟ ده كده الاوكتان H H H، ده كده الاوكتان. فالاوكتان ده لو هكتبه مش هفرد بقى السلسله كده، فدي مين؟ دي كده CH3. فاكتب كده اهو CH او H3C علشان نبقى اكثر دقة. ففي هنا H3C يعني 3 ذرات هيدروجين مع ذرة كربون. طب اللي في النص دول، اللي في النص دول 6 CH2 CH2، واكتب عليهم كده رقم 6. طب واللي على الطرف، اللي على الطرف CH3 CH3، فده كده الاوكتان. ده كده اوكتان، نفس ذرات الكربون بنفس ذرات الهيدروجين، نفس ذرات الكربون بنفس ذرات الهيدروجين. يعني هما الثمان ذرات كربون وال18 ذره هيدروجين ممكن يترتبوا بشكل تاني، يعملوا مركب تاني خالص، زي ما هو مكتوب عندنا كده مركب اسمه دايميثايل هيكسان. عد كده ذرات الكربون تلاقيهم 1
2 3 4 5 6 7 8 8 ذرات كربون. عد الهيدروجين 3 و2 5 5 و 4 6 6 و3 9 9 و2 11 12 15 18 18 ذرة هيدروجين. فنفس 8 ذرات كربون وال 18 ذرة هيدروجين اترتبوا بشكل تاني خالص زي ما هو كاتب كده، فعاملين مركب تاني خالص اسمه دايميثايل هكسان. المركب ده غير ده خالص، صيغ كيميائية واحدة، نفس ذرات الكربون نفس ذرات الهيدروجين بس خواص غير بعض. يعني ايه خواص غير بعض؟ يعني درجة الغليان بتاع ده غير درجة الغليان، درجة سوري الانصهار بتاع ده غير درجة الانصهار بتاع ده، الاسترنس بتاع ده غير الاسترنس بتاع ده، الثيرمال اكسبانشن كوفيشن بتاع ده، كل الخواص الفيزيائية الفيزيكال بروبرتيز مختلفة والميكانيكال بروبرتيز برضه. فده مركب وده مركب، ده نفس ذرات الكربون نفس ذرات الهيدروجين، وده نفس ذرات الكربون نفس ذرات الهيدروجين، بس دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. فدول كده مع بعض، يعني الاوكتان والدايميثايل هيكسان دول كده اسمهم ايه؟ اسمهم ايزومر. فالايزومر الايزومرز مع بعض بيتفقوا في الصيغه الكيميائيه، بيتفقوا في عدد الذرات، عدد ذرات كربون زي عدد ذرات الكربون، عدد ذرات الهيدروجين زي عدد ذرات الهيدروجين، بس في الخواص لا. اللي بعد بقى الايزومر حاجه اسمها ستيريو، يعني الابجريد من الايزومر حاجه اسمها ستيريو ايزومر. يبقى لو انا عندي مركب كده سي، يعني المونومر اللي فيه كده عامل كده سي اتش 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 ار، الار دي اي ذره اي مجموعه ثانيه اي حاجه، يعني الار دي ذره مجموعه اي حاجه خلاص. فده المونومر، يعني ده الجزيء الريبيت يونت اللي بتتكرر. فده هو كده، لو بعمل كده على المونر بعمل كده سي وسي اتش ار اتش اتش، انا ايه اللي عملته؟ نقلت الار، نقلت الار من ذره الكربون رقم 2 بقت على ذره الكربون رقم 1. دول مع بعض كده اسمهم ايه؟ دول مع بعض اسمهم ايزومر، مختلفين تماما. ليه مختلفين؟ لان الاستراكشر اتغير. يعني الستركشر اتغير، يعني مجموعه الار دي او ذره الار دي كانت على ذره الكربون الاولى او على ذره الكربون الثانيه بقت على ذره الكربون الاولى. فدول مع بعض ايزومرز، ده مركب وده مركب ثاني، ده يعني ده حاجه وده حاجه. بس لو انا سبت مجموعه، يعني ده كده اتش اتش او اتش ار هو هو اهو، بس الار بس نقلت مكانها. يعني ايه نقلت مكانها؟ يعني بدل مكان التحت طلعتها فوق R H. دول كده اسمهم ايه؟ دول كده اسمهم ستيريو ايزومر. يبقى انا ستيل الار على ذرة الكربون رقم 2 بس بدل ما كانت تحت طلعت فوق. فستيل الار مرتبطة بذرة الكربون رقم 2 بس مكانها اللي اتغير. فما دام مكانها اللي اتغير فده يعني ابجريد شوية من ايزومر بقى اسمه ستيريو ايزومر. فبيقول لي atoms are linked together in the same order، نفس الاوردر يعني نفس in the same order، يعني الار كان على ذره الكربون رقم 2 ستيل على ذره الكربون رقم 2، بيقول لي but differ in their special arrangement، المكان بتاعها هو اللي اتغير، كانت تحت بقت فوق، كانت فوق نزلت بقت تحت. فبيقول لي stereo isomer are mirror image، شايف ده كده لو ده رقم 1 وده رقم 2 الاثنين من بعض مرايه. يعني ايه مرايه؟ يعني ده كده إليبتو طلع فوق بقى عامل كده، فده كده اسمهم ستيريو ايزومر. طيب هل بقى الستيريو ايزومر ده بيتغير؟ يعني هل المركب لو هسمي ده المركب رقم 1 وده 2، هل واحد ده بعد شويه يبقى 2؟ يعني هل ذره الار دي بتلعب بقى تنزل تحت بعد شويه ممكن تطلع فوق والاتش 2؟ لا، هو بيتكون الار تحت خلاص، يعني ما بيحصلش بوند روتيشن، الار دي ما بتطلعش لفوق، البوند دي تلف وتطلع لفوق، لا لا لا، هي مكانها تحت، مكانها جوه الشاشه خلاص، تفضل مكانها جوه الشاشه، مكانها بره تفضل مكانها بره. عشان بقى يتغير مكانها لازم يحصل بريك للبوندس، لازم البوندس نفسها تتكسر، لازم الرابطه دي تتكسر وترجع تتكون تاني. فده مفهوم الاستيريو ايزومر. فهنا بيقول لي special arrangement of R units along a chain conversion from one stereoisomer to another not possible
باي سمبل روتيشن اوف تشينز. يعني ما ينفعش الار اللي تحت دي بعد شويه تطلع يحصل لها روتيشن البوند يحصل لها روتيشن تطلع لفوق، لا لازم بيقول لي ايه بوندز ماست بي بروكن، بوندز ماست بي بروكن، لازم الروابط تتكسر وتتكون بقى من الاول عشان اتحول من ستيريو ايزومر لتاني لستيريو ايزومر تاني. فالستيريو ايزومر ده في منه فيرجنز. يعني ايه فيرجن؟ يعني على حسب بقى الار دي مجموعه الار دي او الار دي رمز لاي حاجه، اي حاجه غريبه، يعني اي ذره غريبه، اي مجموعه فينايل وليكن حلقه بنزين اي حاجه. فالتكتيستي بتاعنا التكتيك بقى بتاع الستيريو ايزومر، فاول حاجه اسمها ايزوتاكتيك. فالايزوتاكتيك ده انا عندي الباك بون بتاعي ذرات كربون، فالار لتحت كلها لتحت، ذرات الار دي مع ذرات الكربون رقم 2 4 6 8. الناحيه الثانيه برضو الارات مع ذرات الكربون رقم 2 و4 و6 و8. بس الفرق بين الايزوتاكتيك والثاني اللي هو اسمه سينديوتاكتيك ان الار في ناحيه، كل الارات في ناحيه في الايزوتاكتيك، يعني كل الارات في ناحيه لتحت وليكن. في السينديوتاكتيك لا متوزعين، واحده لتحت واحده لفوق، يعني ذره الكربون رقم 2 الار كانت لتحت، رقم 4 الار اللي فوق، الار اللي تحت الار اللي فوق. فده مش شرط يترسم في 2D، ممكن يترسم في 3D. يعني ازاي يترسم في 3D؟ يعني السلسله بتاعتها 1 2 3 4 5 6 7 8. فذره الكربون رقم 2 دي خلاص في روابط اهي، ذره الكربون رقم 2 دي كان معاها الار، الار دي جوه الشاشه شويه الار. ذره الكربون رقم 4 الار دي كانت لبره، ذرة الكربون رقم 6 كان فيها R لجوه، ذرة الكربون رقم 8 كان فيها R لبره، وهكذا. فده الشكل اللي تحت ده الشكل في 3D. فالخط السوليد ده وليكن نعتبره جوه الشاشة، والخط الداشت الخط المنقط ده نعتبره بره الشاشة. فهنا كل الأراد جوه الشاشة على خط سوليد، خط كامل جوه الشاشة. هنا غيرهم، يعني دي لجوه، الأرض دي لجوه، الأرض دي لبره، الأرض دي لجوه، والأرض دي لبره، وهكذا. ده اسمه سينديو تاكتيك. انما لما يبقى كل الار في ناحيه واحده اسمه ايزو تاكتيك. الفيرجن الثالث لما يبقى اسمه اتاكتيك. اتاكتيك بيقول لي راند جروبز راندوملي بوزيشن. يعني في السينديو تاكتيك واحده جوه، يعني واحده في ناحيه والثانيه واللي بعدها في ناحيه، لا الاتاكتيك عشوائي. يعني ايه عشوائي؟ يعني هنا كان في 2 ار تحت، بعد كده ار فوق، ار تحت، مفيش ترتيب منتظم مفيش اوردر منتظم اقول ان الار دي مثلا بتتكرر اتنين تحت واتنين فوق، اتنين تحت، لا لا لا، شويه تحت وشويه فوق زي ما هو زي عشوائي. فبيقول لي randomly positioned. فده مثال اهو، مثال للبوليستيرين. فالبوليستيرين المجموعه دي اللي هي حاله البنزين لا الفينايل، ده الايزوتاكتيك اهو، كل الفينايل جروبز مترتبه في ناحيه واحده اهو. هنا السينديوتاكتيك واحدة يمين واحدة شمال، واحدة يمين واحدة شمال، وهكذا. الاتاكتيك راندوملي، واحدة يمين واحدة سوري واحدة شمال، واحدة يمين اتنين شمال، ما فيش حاجة منتظمة للفينايل جروبز.